سبحان الذي قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. في هذا الفيديو إخواني نشاهد هذا الحيوان أو حيوان الإبل. الآن انتهت الشتوية، دخلنا في فترة الصيف، وهو يقوم بتبديل جلده أو بنزع الصوف الكثيف عن جلده حتى يتأقلم مع حرارة الصيف الملتهبة في الصحراء. كما نعلم في الشتوية أو في الشتاء يكون الجو بارد وقارص، خاصة بالليل في الصحراء، وبالنهار يكون ساخن جدا، ربما يكون معتدل في الشتاء، لكن في فصل الصيف يكون الجو مختلف نهائيا، يكون في فترات الظهيرة حرارة لا تحتمل، حتى الحيوانات لا تستطيع أن تحتملها. أسأل الله أن يخفف عن كل من يعاني من هذا الحر الشديد من أمة سيدنا محمد. فهذا الإبل في هذه الفترة من السنة بعد نهاية فترة الشتاء ودخول الربيع، سبحان الله يتبدل فراؤه، وكأنه كيف الواحد منا ينزع لباسه عن جلده، نفس هذا الأمر، طبقة تنعزل نهائيا عن جلده، يعني مجرد ما الإنسان يرفعها بيده وإذا أتاه هواء قوي تنتهي أو ترتفع عن جلده، ويعود جلده إلى كما نعرفه الوبر القصير الذي يغطي جلد الجمل.